تعال نبتدي بالساندويتش اليوناني. ننظف بس كده حوالينا. الساندويتش اليوناني هنعمله النهارده بالفراخ وعجينه البيتزا اللي هي للكيلو دقيق بنحط لها فنجان صغير زيت زيتون اللي هو ربع كب، بنحط لها كيس خميره او معلقه خميره صغيره مليانه، ما حطيتش سكر النهارده كان معايا وقت اخمرها، معلقه صغيره ملح، ميه دافيه وبسيبها تخمر اهي. ارجعوا لاي حلقه بيتزا هتلاقونا عاملينها. هنعمل العيش النهارده مع بعض وهنعمل الفراخ. العيش ممكن نعمله هنا او هنا، تعالوا نعمل العيش على الروندو وممكن نعمل عليها الفراخ، بس عشان احنا معناش وقت انتم ممكن تعملوا الفراخ هنا والعيش كمان. فانا عندي الفراخ اهي، نحطها بالطاسه. فراخ هنستخدم صدور فراخ، فراخ بطريقه اليونانيه بسيطه جدا. هنديها يعني ايه نكهات يونانيه؟ يعني بيبقى فيها سنه اوريجانو النكهه. هنحط لها طبعا ملح اهو، ظبط الملح. نديها اين الاوريجانو اهو، الاوريجانو نوع من الاعشاب اللي شبه الزعتر كده. هنديها اوريجانو وملح وفلفل، وهنروح اليونان يعني زيت الزيتون. هنروح على الطاسه، خلوني اشيل دي من هنا خلاص عشان ندي مساحه هنا للطاسه ونعلي الحراره. طبعا الكنترول عايزني اجيب دي هنا صح؟ ايوه خلاص بقيت حافظاكم بتعانوا معايا ازاي. نحط دي هنا ودي هنا خلاص. تسخن شويه هنحط لها شويه زيت زيتون ونشوح الفراخ لا اكتر ولا اقل. لو حابين تبلوها بالليل بالزبادي كمان مع الخلطه دي، سن التوم ممكن، بس احنا ممكن نجرب الحراره. هاتوا نخلط كده الفراخ ونشوف. لا سخنه، ممكن على طول نحط الفراخ. طيب يعني ايه ساندويتش راب يوناني؟ هناخد السلطه اليونانيه الجريك سالاد ونشوف مكوناتها ايه. مكوناتها البصل الاحمر، الطماطم، الخيار، الجبنه الفته. احنا النهارده هنستخدم جبنه اسطنبولي، اي جبنه بيضة حادقه. الدريسنج اللي بقى فيه زيت زيتون واوريجانو، وبقاش معاها فراخ، ده لو حد ضاف فراخ تبقى اكسترا توبنج يعني. وبقى فيها فينيجريت حلو يعني خل، هما بيحطوا خل وزيت زيتون وليمون واوريجانو وملح. واهم حاجه فيها انه ما نحطش ملح كتير عشان الفته، جبنه الفته حادقه. احنا هنلعب على التوليفه دي. خلوني بس اجيب شويه دقيق ونفرد العيش. اذا الخميره العجينه دي اتسابت تتخمر. بصوا بصوا العجينه عامله ازاي، اتسابت تتخمر ساعتين فطالعه معانا تجنن. هنرش شويه دقيق هنا وناخد حته من العجينه. يجوا نعمل تو رابس، ادي واحد وادي الثاني. تقدروا تعملوه as big or as small، الحجم اللي انتوا عايزينه. تعالوا نفردها، شكلها على شكل كورة. عجينة فرم بس طرية بنفس الوقت. انا ما بقلبش الفراخ، عايزاها تاخد لون. هنرجع نقلبها مرة واحدة دلوقتي، بس هاتوا نفرد العجينة وهنسويها على الروندو. اذا عملنا عيش اهو على ميانتا روندو كمان. ساعات بحب اضغط كده من النص مش من الايد، بدي كده بريشر على السنتر، بحسها بتنجز اسرع. النشابه بتكلم. اوكي فردنا اهو العيش على قد الراب، ويلا بينا من غير اي زيت. نشيل الدقيق شويه وبنفردها هنا وعلى اعلى حراره. تعالوا نبص على الفراخ، بصوا اللون الخطير. الطاسات حديد الزهر بتحافظ على باللسعه دي، بتقفل المسام، بتحافظ على الجوسز اللي جوه. انا بس محتاجه اعرضها كلها لنفس الحراره انا بعدها، بتحافظ على الجوسز اللي موجوده جوه الفراخ فما بتنشفش. ولاحظتوا اني ما بقعدش اضغط عليها اضغط عليها عشان اسويها بسرعه، ده بيطرد السوائل اللي جواها وبالتالي بيخليها ناشفه، بنقول فراخ ناشفه قوي. خلاص انا هسيبها كده ونرجع لها نكمل هنا. طيب ايه العناصر اللي هنعملها؟ هناخد زبادي يوناني، زبادي يوناني ساندوتش يوناني. هو الزبادي اليوناني مليان بروتين
وطبعا من اسمه اصله من اليونان، بيبقى قوامه شويه عامل زي اللايت لبنه، دهونه مش عاليه قوي. نفرد دي، هناخد زبادي اليوناني نحط عليه شبت واوريجانو وممكن شويه ثوم بودره وملح، ويبقى هو السبريد اللي هنحطه، وبرده يبقى ديبنج هنحطه جنب الساندوتشز على البلاتر كمان. نفردها كويس. تعالوا نبص على اللي احنا حاطينها على الروندو، نقلبها الناحيه الثانيه ونسيب دي هنا على جنب، ونعمل مع بعض. امسح ايدي بس بسرعه. خلطه الزبادي اليوناني زي ما قلت لكم، شبت مع زبادي يوناني، ثوم بودره، شويه اوريجانو، هتبقى السبريد والدب الغموس، واللي هندهنها على الساندوتش. بمسح ايدي بس من العجين بيلزق جامد. يلا، ده الزبادي اليوناني. العيش ابتدى ينفخ اهو. الزبادي اليوناني هياخد الاتي. عندي هنا الاوريجانو، هنحط اوريجانو، هنحط شبت، هاتوا افرم شويه شبت، بيليق قوي الشبت مع الوصفه دي. اذا احنا عناصر الاكله او الراب ده، العيش وعملناه، قلت لكم العجينه عجينه البيتزا، الفراخ وتبلناها سوا، دلوقتي الزبادي اليوناني، والباقي هتبقى الخضره. هقطع بالفاصل خيار، طماطم، خس، وعندي البصل الاحمر جاهز اهو متقطع، وعندي الجبنه الاسطنبولي زي ما قلت لكم. فهنعمل ايه؟ هناخد شويه الثوم البودره كده ونقلبه، ونطلع فاصل ونرجع. تكون العيش اهو، بصوا لونه ابتدى ياخد لون حلو، شوفوا الراب ابتدى ياخد لون حلو، الفراخ تاخد لون يجنن. تعالوا نطلع فاصل، اروق شويه مطبخي، ونرجع نركب الراب ده مع بعض، ونبتدي بالساندوتش اللي بعده. قبل الفاصل سوينا الفراخ، خلطت الزبادي اليوناني مع شبت واوريجانو وثوم بودره وملح، كنا بنعمل العيش على ميانتا روندو. بصوا اهو جاهز يجنن، يعني نص الساندويتش بالذات النوع ده هو العيش جاهز عشان نعمله احلى راب. ويلا بينا، هنا في دقيق انا لسه هستخدمها نعمل البيض، بكل بساطه برضو بنمسحها، وبعدين بناخد شويه ميه بالمنديل كده وهي سخنة بقى للحرارة، خلاص أرجع أنظفها تاني ونعمل عليها الوصفة التانية، تالتة للنهاردة. طيب تعالوا نركب الساندوتش مع بعض. هناخد هنا نعمل الاتنين، هناخد هنا الزبادي اليوناني اللي حضرناه نعملها كده، وهنا هنضيف عليها، عندنا البصل الأحمر مهم جدا في الساندوتش ده وفي السلطة، اقطعه كده، وعندنا شويه خيار زي سلطه الجريك سالاد، وعندنا فلفل الرومي، هي نفس المكونات، والطماطم نحطهم جنبنا، الجبنه الاسطنبولي هنفرفتها عليهم. تعالوا دلوقتي نبتدي نحط شويه بصل، نركب الساندوتش، نحط شويه فلفل هنا وهنا، خيار، طماطم برضو هنا، ناخد الفراخ عشان تطلع برضو من الراب، هنرجع نكرر الخضار ونحط شويه من الزبادي اليوناني وشويه من الجبنه برضو على الوش عشان يطلع الراب شكله متوازن ومليان نكهات وفوائد. اوكي، هنرجع هنا نحط شويه زبادي يوناني، وهنحط شويه بصل احمر. بصوا في حته من الراب بيبقى باين فيها كل اللي هنلفه دلوقتي، لانه باين فيها كل المكونات هنا، فنكون حريصين انه ظاهر معانا في ايه. ممكن تحط زيتون على فكره، السلطه دي من اساسياتها الزيتون. نحط فلفل هنا وهنا. طيب احنا قلنا هنحط الجبنه اهي، نوزعها، دي بتدي يعني تبقى حادقه كده وبتدي شاربنس حلو للوصفه للراب. نوزعها، هغسل ايدي، وهيبقى عندنا ورق زبده وفويل
علشان نلف الراب ده بشكل حلو. مع انه هنا الفويل ده بقول لكم مضر، بس هو هنا مش هيبقى مضر، مفيش حراره عاليه وتفاعل، ومع ذلك ممكن يعني نبطنه بورق الزبده. نحط ورقه زبده وبعدين ناخد الفويل فوق بعض كده، ممكن حتى نعملهم كده. بكتشف معاكم دلوقتي هنعمل ايه. هنطلع الطماطم شويه لفوق ونقفل الراب بالشكل ده ونلفه هنا شكله حلو. هو بيبقى اصلا بيجي كده بالفويل ده شكله التقليدي. نقفله كويس and we have يعني عملنا الساندوتش اليوناني ده من العيش لتتبيله الفراخ للزبادي اليوناني لكل التفاصيل. شكله رائع، طعمه يجنن. وعايز احط له برده كده شويه شبت لانه الشبت موجود في الوصفه and فوالا. هنحطه هنا ونلف الثاني على طول نفس الموضوع، ورقة فويل، ورقة زبدة. استنوا بس انا كده ما استفدتش من ورق الزبدة لما لفيته على بعضه، فهلفه كده. خليه كده ناخد الحتتين دول على بعض. بعد ما حطيته رجعت عملت كده فما عرضتهاش عرضتها برضو للفويل تاني. نحطها هنا و نقفل عليها ونحط لها كمان شويه شبك ده زياده، ممكن بكل بساطه نشيله. وقلنا هنحط شويه الشبك، تعالوها على الوش. اند عندنا الرابس اهي بقت جاهزه. ممكن ناخد شويه من الزبادي اليوناني ده، عندي طبق صغنطوط عندي الزبادي اليوناني ده، ونستخدمه كديبنج حتى للبطاطس لاي ساندوتش موجود على نحطه هنا. طيب